اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج ترند المسلسلات، وهنتكلم النهارده عن الحلقه السادسه من المسلسل الكبير. وبتبدا الحلقه بالكبير وهو متنكر في زي بابا نويل ومعاه فزاع، وده عشان يشوف احوال المظاليطه، وبيتفاجئ بمخالفات كتيره جدا، زي مثلا انه بيشوف واحد عامل حمام سباحه جوه عربيه نقل، اما مربوحه فبتحاول تتصاحب على العيال الكبير وتقرب منهم، ولكن جوني والعتره بيفاجئوها بمقلبها. اما الدكتور ربيع فبيقابل الكبير وهو متنكر في زي بابا نويل، وبيتفاجئ الكبير بان الدكتور ربيع عمل فرشة قوطة وموقف عليها واحد، عشان يضطر الكبير انه يكشف عن شخصيته ويخوف اهل البلد. اما جوني فبيقابل مشاكل في انه يفهم مربوحة ازاي تتعامل مع الكبير وعياله، وبتنتهي احداث الحلقة بالكبير ومربوحة وعياله مخطوفين في مكان غريب.